بنات مصر طول الوقت، بنات مصر قدها وقدود، ومش كلام، لا ده بالأفعال حقيقة، رافعين طول الوقت اسم بلادنا لفوق في كل المحافل الدولية والعربية. وده بالظبط اللي بينطبق على ثلاث بطلات من أبطالنا أو بطلاتنا في مجالات مختلفة في الرياضة، واللي تم اختيارهم من مجلة فوربس الشرق الأوسط في أكثر من أكثر الشباب المبدعين، على الرغم من كل اختلافات الألعاب اللي بيلعبوها ومجالاتها وسنهم. يعني البطلة بسام تحميدة العداءة اللي حققت ميداليات ذهبية ومراكز أولى آخرها في سباق 200 متر سيدات في هولندا السنة، يعني كانت مسابقة السيدات في هولندا السنة دي. البطلة هنا جودة بطلة تنس الطاولة، واللي كانت أصغر لاعبة لما فازت بكأس أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي سيدات، وكل سنة الحقيقة بيكون ليها نجاح مختلف جاي بعد تعب. البطلة الرابعة سارة سمير، واللي كانت ضيفتنا هنا في البرنامج قبل كده، والحاصلة على أكثر من مركز ولقب في أهم البطولات العالمية في رفع الأثقال. بنات مصر يشرفوا زي الفل وزي الورد ويقدروا على كل حاجة، مش في الرياضة بس لكن في مجالات كتيرة جدا هنلاقي أبطال زيهم.